البرتقال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم النورس بحلقة أخرى من حلقات الدروس النورسية. عالم النفس سيغموند فرويد عنده بزاف ديال النظريات اللي ما بقاتش خدامة دابا، لأن علم النفس تقدم، النوغولوجيا تقدمات هي والتبطيني والسريري وداكشي تقدم بزاف، فبزاف الأمور ما بقاتش خدامة دابا. ولكن عنده واحد الأدبيات في علم النفس خدامين تل دابا، من بينهم واحد الجملة يقول أننا نحن الإنسان، نحن كائنات إلغاء، والإلغاء هو تطلغي مجموعة الأمور إيجابية من اللي تحضر شيء سلبي واحد فقط. نعطيكم مثال، مثال تبية، تمشي تدير فيديو وكين الناس تتكومنتي بزاف، نقولوا 90% ديال الناس تتكومنتي إيجابيا، وعينك تطحي على ذلك السلبي، تقولك الله ينعلمك الله ينعلمك، ولي تطح فيه عينك انتهي، فالمور ديالك تتبدل والمورال ديالك تتغير وتتقول علاش لماذا وكيف وإلى متى. أو لما مثلا تكون غادي تدير ان ساندويتش، مشي تاكل عند شي واحد معروف نقيقي زويل ماكله زوينه كفيته ساندويتش العيبات الالعاب الحار لاصوص البيتشاب، غادي داكشي زوين، تتخرج لك زغبه، ملي تخرج لك زغبه تتعنكشك في دماغك وتتقلق ويقدر يروعك داك الساندويتش ويرى الخطا تيطرى. فنحن كائنات الغاء. باش ما نطيحش في هذا البياج حتى في الحلقات ديال الدروس النورسيه، اش نبدا؟ تنبدا بشكر الناس هو الاول، تنشكر الناس اللي فايتين وقفوا معايا ولا داروا معايا الجميل. فمثلا هذا العام كنت دويت على سيزون 2 هذا، فمثلا سيزون 2 كنت دويت على السعيد والحومه وكيفاش وقف معايا، وسيزون 1 الناس اللي باقي ما تفرجوا في سيزون 1 يمشيوا يتفرجوا فيه، في السيره بعد الذاتيه كامله. فدويت على مجموعة ديال الناس، دويت على سي محمد رزقي وكيفاش وقف معايا، دويت على مصطفى ماجيسيكون كيفاش كبرنا نويا وكان عنده الخير عليا، دويت على مدام هند سيقال وكيفاش شجعتني باش ننتج أول أغنية، دويت على واحد نسيبة وكيفاش دبرت عليا درت الاستوديو الأول، واللائحة كانت طويلة ذكر وارحم. فشكرنا الناس، هذا هو جهدي تنشكر. أكثر الناس راه تدير غيفي ولا راه تدير لك شي تعليق بعيد، يعني لا أريد منكم أجرا ولا شكورا، تنقول لأن لست كائن إلغاء. فمن بعد تيجي في شي حلقة بنادم دار لي شي لعبة تنقولها، واش داك شي حقيقة اللي قلت هذيك الحقيقة من جهتي أنا كي شفتها وكي عشتها، تنسمي ما تنسميش، ما تنسميش الناس، ما تقولش واحد ضرني ما تنسميش. فبلا ما يدخل بنادم يبقى لحس براس وتقاسي بدي يدخل عندي في البريفي ودي لي الضامير المؤنث السليم وديك دابا صافي اللي طرع طرع هكاك شفتها انا، يا السلام عليكم، هذيك الحقيقه من وجهه نظري ما ذكرت سميتك، السلام عليكم. الو علاش جبت نحن كائنات الغاء؟ دابا ملي تندير هكاك داك الخير كيم اللي كندار كنت واخر ماشي ضروري ما دير، حنت حنا باش تعرفوا المغاربه ما تيامنوش بالخير المعنوي، توقفوا تسيبورتيه في شي وقيته يكون طايح داون تهز التليفون تبقى بالسوايع معاه، ما تيعملوش داك الشيء، ما عندهم الخير المادي، سوقيس الملموس شحال عطا شحال عطيتي، السلام عليكم خلص عليك ساندويتش النهار انجور كونسلطاسيون وداك الوقفات داك الشيء راه ما عندناش حنايا. سي بيان دوماج، خساره في دوك الساعات اللي كنت نضيع البنادم ما تيكون في الداون ديالو يبقى يفر عليا راسي بوندون دي زور طيب ليا قلبي وتبقى عليه ولا وساعته ولا وغير نوض دابا تبدل الحياة. فا هذا هو المشكل. ساعة اكتشف أن المغاربة أكثرية ديالهم كائنات إلغاء، ما تتكون في علاقة مثلا الدرية واخا تعيا تبقى دير معاها زوينين شي زبلة حصلات، شي زبلة صغيرة لي ماشي ضروري لكن شي جريمة رحقة ولا شي حاجة كبيرة رحقة، ترى شي زبلة صغيرة تيقول لك ما عمري شفت معاك، تتقول لك ما عمري شفت معاك الخير، ولا شي دري تعيا واحد البنت توقف معاه في الاخر تقول له ما عمري عرفتك حتى واش حية. هاكا مجتمعنا يدب فيه الروح، هذا راه عنده شوية علاقة بالقصة اللي ندخل فيها دابا، ولكن ماشي ما حقاش نعاود بزاف ديال الأحداث حفاظا على قيمة الأشخاص والبريفسي
لانني عارف بزاف د الحوايج داكشي علاش ما تنعاودهمش في الحلقات. فنخليكم بعد الفاصل ونعاود لكم على الديسك اللي جات مريم الزعيمي تخدم عندي وشنو طرا فيه. مسكون واحد الديسك مسكون. وكانوا داروا واحد الحفل تجمعوا فيه كان في الدار البيضاء وباش يديروا لا بروموسيون كانت رمضان وقال خرج رمضان قال خرج رمضان فباش يديروا لا بروموسيون الشركه عيطت لي راديو الفنانين مشاو تمايا وعيطوا عليا حتى انايا والدراري اللي كانوا معايا. فمشينا واحد النهار مشينا لا راديو مشيت وانا نطلق تمايا مريم الزعيمي. مريم الزعيمي غنعاود لكم دابا غير الفنانه اما هي راه عندي معها قصه وقرينا في نفس الليسي والعيبه وحده اخرى عندي معها. دابا غنبقاو غير فضل اللقطه وتلاقيتها وكنت ما شفتهاش سنين محمح لاباس عليك كي دايره بخير الحمد لله الى اخره كي درتي توحشناك توحشينا وانا ما تنعرف خوها شخبار خوك لاباس خبار الى اخره دردشة ديال التوحش الكبير وبيناتنا واحد الاحترام كبير واحد المودة كبيرة فشكال واحد الاحترام لا يتصور. فصافي البلاطو كان فيه الموسيقى هدروا شوية وإلى آخره أنا دويت شي شوية. فكنا خارجين قالت لي شوف راه بغيت ندير واحد الأغنية وبغيت أدويتو مع أسامة البسطاوي. وسام البسطاوي سي الدراري كبروا حدايا في الحومه حيت ما بعيدينش على بعضياتنا شفناهم وشفناهم وشافونا وكبروا تيتمزكوا ليا وانا كبرت تنتفرج في باباهم الله يرحمهم مسكين في هذا النار يا ربي تلحقوا مع الشهداء والصالحين يا ربي وتغفر له كاع الذنوب. فكبرنا على يد المرحوم وداكشي كانت حنت كنا ولاد باب سبته وانا ولد راس الشجره في المدينه القديمه داكشي حدا بعضياته. على العموم قلت لي غنديرو ديس قلت لها ما كاين مشكل. قلت لي شوف تقول لي تمن قلت لها راسك قلت لي شوف بشحال يتقام ديسك واعر قلت لها قدا وقدا تمن مزيان. انا يا هنا فين ديما عندي المشاكل اون فوا تنشد تمن مزيان تنمشي نبدا نعيط على عباد الله. فاول السيد اللي عيط له ولا غيكتب الكلمات وغيلحن انا اللي كتبت الكلمات نو انا اللي كتبت له. والسيد اللي غير لحن صافي جلسنا المهم ما عقلتش المهم انا يا كنا كتبت لي بارو ماشي 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 تفصل حن ديسك ما خرجش ماشي شي ديتاي كبير. فجا نانانين نانا خرج هو مشيت عيط للجيتاريست جيتاريست خونا واعر واحد الاحسن ذا بيست واحد الجيتاريست رائع ديال بصح عيط له قلت له بغيت لها لوب كدا شي من هنا يخدم معايا تا هو. وعيط له واحد البيانيست دار لي واحد درت انا الفراش الاول. فعيط البيانيست هنا فين تبدات تعنكش بعد القضيه ملي جبت داك البيانيست جبت واحد البيانيست سميتو نبيل الصنهاجي راه ولاد الموسيقى ولاد الفن يعرفوه راه خطير في الغربي لا يمكن. وحط لي واحد تركيب ديال البيانو ربين ولي زاكورد تيبداو يتبدلوا وداك الشيء بدا يغلبني اصلا المرسول لا في التوزيع ديالو صعيب وكثرت لي بيست. فجبنا السيده هالبارتي ديالك ريبيتات عليها وهي ما كانتش مولفه تغني هي شويه حشوميه ما تبقاش تغني في المال او خاطر تدير المسرح وداك الشيء. وقالت لي راه بغيت ندير هذا الاتجاه وانا نين انا المرسو كان في الجو اللي كان ديك الساعة ناجح دابا لا سمعته غايجي مبيطس شي شوية لأن الوقت تبدلات أوبا. فقدرتو على حساب الجينيريك وداك الشي جاو ريبيتاو. فأول مرة غنتلقى مع أسامة البسطاوي تلقيت معاه وغايجي معاه أخوه هاشم لما خفت نكذب هاشم غزال بقى عندي واحد الكوبليه ديال الهيب هوب ديالو تش نهار ونبيعاتي ولي شي امام كبير نحطها في المزاد عطا نضحك
وكان رابر خطير تكتب واعر داك هاشم تكتب واعر راه مش حال هادي هو عنده مع العمق وداك شي والله فنان فنان كبير هذيك العائله كبرت الفنانين وعلى العموم تلاقيتهم زغارات الحبايب ضحكنا لعبنا عندهم واحد خوم صغير تا هو عشيري كنا هضرت معاه جات جا ريبيتا على البارتي ديالو وداك شي بحال اللي صعيب شي شويه معنكش حيت لحد الحان حط واحد الفيبراسيون شويه صعب فخدتنا وقت خدتنا دي سيونس تنجيو ونبداو ريبيتيون ونكوتشيهم ونريبيتيون كوتشيهم ونريبيتيون كوتشيهم وكان عندهم جدول الاعمال ديال التصوير فكنت لقيت عخدت وقت طويل نورمالمون خاصها تخرج تسالي في 15 ولا شهر وبدات تاخذ بالشهوره لان تبارك الله راه خدامين صاحبي راه الجدول ديال الاعمال ديالهم راه ما مساليش يجيوا فجاءت يوم الفصل بدينا تنسجلوا في الفينال حطت مريم الزعيمي الكوبليه ديالها عيط لنا الاورغانيست واحد اخر دابا شوف شحال من واحد ياكل الخبز من هاد القطعه فعيط لواحد الاورغانيست واحد اخر دخل لي السولوات دونك كاين بيانيست حط لي الفراشات ديال الفراشات البيانو كاين جيتاريست كاين سوليست عيط لواحد تيصوب لورغ سميتو مهدي الزرق تا هو راه تبارك الله دابا راه شايع حط ليا لي سولو وبطبيعه الحال اللي لحن كلشي كلا خبيز في داك المورسو اللهم لك الحمد غير هو طولوا لي سيسيون ديال الريبيتيسيون خدوا بزاف ديال الوقت ودابا الدراري والدريات ما تيفهموش انهم في لي سيسيون ديال الريبيتيسيون راه تا هو فلوس وتا هو وقت تا هو راه ما شاد تربح الى المرسو بقى لك شهرين ثلاث شهور تمايا على العموم دخلنا الماكيت الاولى د لافوا ميكسيت الماكيت الاولى سمعتهم عجباتهم الى اخره فكان بقاتي واحد البارتي وغيجي يسجلها البسطاوي ممثل واعر فاش غيسجل ديك لابارتي راه هي فمع طول المرسل تصادفات مع الجواج ديالو قالك دابا ما نقدش نسجل غنتزوج ما قالاش لي انا هي اللي قالتها ليا وكان ذلك رفض تزوج فهنا بدا التمشكيل اصلا بدا لي التمشكيل مع البيستا ديال البيانو البيستا ديال البيانو معقده شي نهار ونسمعكم داكشي حنت ما عنديش دابا الموافقه الفنان وباقي هادشي بين قوسين انا نقول لكم علاش فالبيست ديال البيانو صعيبه عرفتي ما فهمتهاش بزاف هذه التعنكيشه الاولى التعنكيشه الثانيه هي في الطبقات الصوتيه وهما مختلفين بزاف الطبقات الصوتيه واسامه راه مغني واعر ارتوى شويه عنده يمكن مع التوبه وداك الشيء والله ما عرفت انا والله ما عرفت التفاصيل انا نكذب عليكم شي حاجه ماشي هي هذيك بعدا في الاستوار فاملي تزوج صافي وبقى عنده شوية الأعمال قتاش تسجلو ماشي اليوم غدا قتاش يخرج مورسو خصني نميكسي الفينال فينا نصيفطو كي غندير بلاتي دات شهرين تلت شهور وخد بزاف د الوقت فسولتها مريم فين وصل داكشي قالت لي راه ما عنديش شي خبر على أسامة باش نكملو الفينال فالمورسو بقى معوق ما تكملاتوش الكوبلية ديال أسامة وما كملاتش وهي حطات وما وحطات الفلوس هي حطات خلصته بالثمن اللي قديت نجيب به لي بروفيسيونيل حيت انا نقول لكم دابا شنو هو اللي غالي في الموسيقى هذا هو الغلط اللي كنت ندير كان عليا ندير كما تندير ديما بيسيه وندخل نخربق فتطلب ثمن تجيب احسن بيانيست تجيب احسن جيتاريست تجيب احسن واحد يلحن تجيب احسن ما كاين فهمتي لي هذا يطلب لك 1000 هذا يطلب لك 2000 هذا يطلب 3000 هذا يطلب 1500 هذا يطلب 4000 درهم الله اعلم انا تنقدر مي هادو ارخص الاثمنه اللي كاينين في السوق دابا هادو راه ارخص دابا راه وليتي تسمع 4000 5000 درهم ما بالضحك ان بيانيست يقدر يطلب لك 4000 درهم ما بالضحك في المورسو بالضحك
سوليستي قد يطلب لك 2000 درهم ديال كرت ويمشي في حالاته 15 دقيقه. هذاك الشيء تيتقام مدوق ملي خلصتني مزيان قديت نجيب فنانين واعرين صافي. من موراها انايا جات الخرجه لفرنسا. هما كملش المورسو فملي جيت قلت لها فلان شنو كاين شنو كاين والبروجي خبيته. فبقى عندي البروجي وقلت عليها. داز العام الاول داز العام الثاني دابا داز العام الخامس عندي هنايا والسادس على المورسو داز 6 سنين. فما نكذبش عليكم مع تخلصت بقى عندي ديك واحد شويه ديال العقده ديال الذنب. انا راه ما ذنبيش ما نكذبش عليك. المورسو خدمه في 15 ولا شهر وسير الله يسهل عليك. انا ما تنموت عليهم بجوج على اسامه سنحتارمو وهي راه عشيرتي. فما عرفتش ما ندير بقى هكاك البروجي ستاند باي. تكال ديك الفلوس تخلص بها غير الكراو خرجت حاشاكم في الطواليط والاخر اللي دردة بقى المرسوم عواق. فانا سقطت شي هضره ماشي خبار مع واحد فلان عطاني في واحد اللعبه على هات وش. دخلت هذه 3 سنين دخلت عنده قلت له فلان شوفي انا راه داكشي اللي ديت راه والله ما نسيته سي فري ما كملش البروجي ما تميكسا ما خرج ديفو ما ديانيش 100% مي انا تنتحمل جميع المسؤوليه راه ندخل المغرب نصوب مرسى واحد اخر. لا اخويا نورس ما تقولش هاد الهضره صافي الساعات لله صافي صافي انا هنين انا وكان ذلك عاوتاني هذه واحد العام عاود قلت لها نفس الجمله قلت لها فلان راه نسحب لك نسيت انا راه ما نسيتش راه المرسى بقى واحد عندي كان مرسو واعر والله كان مرسو واعر ديال بصح تري سونتيمونطال وايموسيونيل وسبحان الله لي بارول ديالو هو اللعنه ديال داك المرسو تيتجادبو وانت تقول له علاش مشيتي هو تيقول لي علاش ها علاش وانت تقول له ها شنو حسيت تيقول لي انا معليش صافي انا غادي في الاخر الكلمه الاغنيه هي اللي غتخرج. دابا ما عرفش العلاقه ديالهم شنو كي دايره ما عرفتش شنو قروا. فهزيت واحد النهار ورغبت واحد الكومبوزيتور تنخدم معاه واحد اخر قلت له دير لي شي ديسك اخويا لمريم الزعيمه راه بغيتها واش نعوضها على هذاك لا ربما يكون شي حاجه في ليغدوت. ايوا سيدتي سادتي راه شفتكم ما شفتو غادي عامين وانا طالب على داك المورس الله يطيحها في ودنه بالخير. عندك اي مرسوم حارتك تاخذو داكشي اللي لحنو زويت ياخذو على اي شاهد عندنا في الامر في هاد ليستوار كامله اللي نعاود لكم هي الكومبورتمون ديال مريم كيفاش تعاملات مع الوضع. مريم الزعيمي ماشي كما دوينا في الاول الحلقه كائن إلغاء. منساتش دوك اللحظات الزويونة كاملة اللي دازت مع الفنان أسامة وداكشي اللي داز معايا تنضرح على فنيا واللي داز في ستوديو وما ناتش وحيحات طلبات تمنها وش نقاط على الأخر يكمل كوب ليا وش نقاط عليا نكمل ليها أنا داكشي أبدا. فيضحات بالفلوس رسوم زوينه صاحبي راه طريف الفلوس ماشي زعما راه ماشي 1000 ولا 2000 درهم اللي حطات. راه باش نقول لكم باش نخلص داكشي راه خص يكون ثمن زوين. فضحات بداك الثمن وتفكرت اي حاجه ايجابيه. فملي صيفط لها قالت لي خويا نور شوف انا عارفك كي داير وعارف ملي غيجي وقت داكشي تصوب راه غيتصوب ملي خصو يكمل غيكمل ما تستريساش كاع ما ترفدش الهم. وغالبا انت مع اسامه تكون قالت له نفس الهضره قلت له تقول الله يسهل عليك ما تجي سي با جو سي با لان كيما هضرات معايا تهضر معاه. فانا ربما النظره ديال عباد الله ملي تشوف الفنانين في التلفازه وداكشي وديك الهضرات يصحاب لهم راه الهرطاقه وكل شيء نصاب وكل شيء في شكل ابدا كاين ناس فري ديال بصح. وصافي وتعلمت من هضر الصغيور على انه دي فوا غير ضحي بالفلوس وخلي العلاقة تمشي تيخرج العيب من الآخر. ملي يخرج العيب من الآخر إيوا هذيك موضوع واحد آخر ما عندنا ما نديرو. قبل ما نسالي هاد الحلقة بغيت نقول لكم على واحد الملاحظة صغيرة. أنا راه ما تنقولش العباد الله أراو الفلوس
حيت البارح قريت واحد التعليق راه برزطني في دماغي ديال قال لي واحد خويا رانا فان وكذا راه ما عنديش باش نعاونك يا ودي راه ما تنقول في الاخر ما تقول لكمش عندك تنساو ما تحطوا لنا الفلوس تنقول بالحرف ما تنساوش خليو لنا لايك لان لي لايك هما اللي تيهزوا الفيديو ويتريتشاو عند عباد الله وبقاو يطلعوا عندهم في السوجيستيون وتنقول شكرا للناس اللي خلاو لنا سوبر لايك اللي هي بالفلوس فقط علاش نقول هاد الهضره تنشكر هادوك حيت انا عارف اكثر الناس ما عندهاش علاش تخلصني راه علاش كنت نقرت في الحلقات الاخرين انا عارف بلي اللي يتفرج فيا عنده الفلوس ماشي زعما حاسدو ولا شي لا لا راه عنده باش يقدي يساهم معاك لانه تيدير الخيرات سورتو هنا اللي في اوروب راه نهضر على الناس اللي في اوروب عنده باش ياكل راه تنتلاقاهم صباح وعشيه تيدور تدقدقو فيهم وهادوك ما تنطلبهمش غير ما تفرجش فيا وتجي تشجعني بالتخبية لا تشجعني ميزي وهادي راه كنت قلت في واحد الاتجاه في ديك الحلقة اما تبقى راه تنقول شكرا للدراري اللي تيصيفطوا لنا سوبر لايك والدراري دعمونا بلايك وبارطاج واش تكتبوا لي راه ما عندناش راه تتبكيونا صاحبي راه ما نحيدوا كاع حنا دوك الفلوس يا سيدي يتفرج يا سيدي والله ما نحبس هاد الشيء ولا نبقى نصرف عليه للابد لان هاد الشيء اكثريه ديالو جزء ديال التاريخ فاللي بغى يساهم راه يتعاوننا اللي ما بغاش راه حياته هذيك وكان معكم نوش حلقه اخرى من حلقه الدروس النورسيه السلام عليكم.